على قد في المعلومات، فنحاول النهارده ايه مع بعض كده وبالراحه عليا. نفسر كل حاجة بالراحه عليا بالراحة بجد. جدا. طبعا ما الاحبال تقلقش. الكريمه يعني في ناس كتير بتحبها وتعشقها وشايفه انها مصدر طاقه ومصدر جمال. ذوق وجمال وفن وكل الحاجات الحلوة في الأحجار الكريمة. عم حسيبه واحنا بنتسلى كده، وقبل ما نبدا ايه نعرف معلومات عن كل الاحجار الكريمه، حضرتك كده كملت كام سنه مع الاحجار الكريمه في عشق الاحجار الكريمه؟ أنا أول ما احتكيت بالأحجار الكريمة كان عندي 5 سنين. الوالد طبعا كان في الأحجار الكريمة، وجد كان في الأحجار الكريمة، هنا برضو في اه الخليج. هنا هنا اه هنا في محل تاني اللي في الصالحية اللي في السرمطية. فكان أنا رايح مع الوالد، كان مع 2 تجار كبار كان اسمهم جاك وحتون. فلقيتهم عندهم محل كبير جدا فيه منتجات خنخليلي كلها، ولقيت عندهم وكالة ما تعرفش تجيب آخرها. فبقيت بحاول أكلم بابا عشان خاطر أقول له أنا عايز أشتغل هنا. في الوكالة دي بالذات. فالوالد مش مديني أي اهتمام عشان بيتكلم في شغله وبيتكلم في بتاع. جاك بقى واحد من الاتنين، هما اخواتي اتنين جاك وحتقون. جاك قال لي عايز ايه؟ قلت له عايز اشتغل هنا. قال لي تاخد كام؟ قلت له مش عايز فلوس. قال لي خش اشتغل. وفعلا دخلت اشتغل. اشتغلت عندهم من وانا عندي 5 سنين لغايه اما بقى عندي 11 سنه لما مشوا سنه 56. نبدأ منين بقى؟ نبدا ان احنا نقول ان الاحجار الكريمه ممكن نقول في احجار بنحصل عليها من البر واحجار بنحصل عليها من البحر. بر وبحر، بحر ادي الاحجار عندنا الكريمه. في البحر حاجات قليله ومعروفين ومعظم الناس عارفاها، اللي هو المرجان، ودي الشعب المرجانيه سواء كان بيضاء او حمراء، بس الاحمر قليل جدا وعمره بيعدي 1000 سنه، غير الابيض في سنه ولا اتنين بينشر في الميه كلها. فدي اول حاجه مهمه في البحر. زائد تاني حاجه اللؤلؤ، واحنا عارفين اللؤلؤ المرجان في واللؤلؤ اللؤلؤ طبعا. طبعا في حاجات تانية بقى، في عقيق بحري اللي هو طالع من براكين في وسط المية، فده بيبقى ليه وضع خاص وشكل خاص غير العقيق البري. فاحنا قلنا اللؤلؤ والمرجان منين؟ من البحر. والعقيق البحري. والعقيق البحري والمرجان الأسود اللي هو بنقول عليه اليسر. اليسر. اليسر اللي بنعمل منه السبح اليسر اللي متفهمه. ده والسبح بحر برضه. بحر. السبح اليسر الحاجة الوحيدة اللي بنطعمها، الناس مش واخدة بالها ليه اتطعمت بالفضة كده، لأن المرجان الأسود طبقات لو قعدت فترة بتلاقيها تنسلخ من بعضها، فعشان يثبتها مع بعضها عمل حكاية الإيه التطعيم بالفضة، يخرم ويحط مسمار يعني دي فضة. مش مجرد زينة. لا دي ده بدأت مجرد شغلانة. تثبيت وبعد كده بقت زينة طبعا. ندخل على البر. البر بقى فيه جميع الأحجار سواء كانت أحجار بركانية أو أحجار صخرية، صخور متحولة أو متراكمة أو الأحجار البركانية بيبقى فيها طبعا الماس، بيبقى فيها الكورتزات كلها. الكورتزات اللي هي تملي تطلع سداسية الشكل، 6 أضلاع تطلع من الطبيعة كده. بالطبيعة كده اهي سداسيه، سواء بيضه سواء سمراء سواء خضراء سواء حمراء، وطبعا كل لونها بيدي نوعيه معينه من الاحجار. وفي احجار بتبقى زي دي الناس بتقول عليها دي ده الماس. حجر. الماس ده مش حجر. حجر ده مش حجر صخر ولا صخر. هقول لسيادتك اصبر. دي بيضه بتاعت سحالف او تعابين وتحجرت من ملايين السنين فعلا. هو لما جابوها بصراحه انا ما كنتش عارفها، دي ظهرت من حوالي 10 سنين والناس كلها اشتريتها واشتغلت فيها وصلبه جدا وتنفع دي في الشغل. بيضه سحلفه، بيضه سحالي او تعابين او سحالف. يعني دي عمرها كام سنه؟ ملايين السنين. ملايين السنين. طب هل قيمتها عشان هي عمرها ملايين السنين ولا لا؟ لا ملهاش قيمة. ملهاش قيمة. ملهاش قيمة. ملهاش قيمة. الناس افتكرتها ماس أبيض.
طب ندخل في البر تاني. البر هنا بقى عندنا هنا حاجه بحري، مرجان. المرجان اهو، ده المرجان. وبيطلع مرجان ابيض كده. طب ما تجيب لنا قدام. ايوه هطلع لك اهو، بيطلع الشجر ابيض كده وبيطلع ده مرجان. بيطلع مرجان بحري، بيطلع احمر كده. ادي مرجان. ايوه بيطلع احمر. في الوان ده بيطلع تانية؟ لا الاسود بقى تمام مش موجود. ده ايه؟ ده مرجان. ده مرجان. مرجان ده بقى كبير، بنقطعه ونعمله حجاره زي كده. طب معلش اشوفه. ماشي اجيبه لك حالا. وده لؤلؤ حر؟ ده لؤلؤ. فريش ووتر، ميه حلوه مش ميه مالحه، عشان عندنا اللؤلؤ حاجتين. ده المرجان جماله، بص حلاوته. لا حاجه جميل، حاجه جميل عظيم. جميل. اللؤلؤ حاجتين، فريش ووتر ميه حلوه وميه مالحه. الميه الحلوه رخيصه جدا اهي، اللي بنعمل منها السبحه دي، ودي بتتباع مثلا ب 300 400 جنيه 500 جنيه. دي ميه حلوه، لؤلؤ. لؤلؤ ميه حلوه، لؤلؤ طبيعي وكل وطالع حاجه، بس في ميه المحاره حلوه. وبتاع، المحاره بتاعته صغيره وبيطلع فيها كميه كبيره من اللولي. وبعدين ساعات بيزرعوا اللولي فيها باشكال معينه او شيب معين يعني. بيحط بفره السيجاره اهو، طبعا باين اللولي طالع فيها اهو. ده الفريش ووتر، ارخص لولي. اما اللولي بتاع البحر غالي جدا، غالي جدا، بيوصل لدرجه ان العقد بيبقى 30,000 40,000.